مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف رجلا مميزا ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا، رحبوا معي بأستاذ عبد القادر صاحب ومؤسس تشريفات زعفران. بداية أسعد الله أوقاتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مستر عبد القادر، في البداية حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية والعملية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف جت لك فكرة تأسيس تشريفات زعفران؟ أنا شركة من إيران، شركة أخوانا أبوانا من إيران، شركة تشريفات زعفران. تقريبا شركة تشريفات زعفران 10 سنة قبل يجي من الإمارات، وأفضل وكيل فيه، وكيل فيه من سوق الديرة، من سوق مرشد. الحين الحمد لله تقريبا 2 سنة يجي شركة، يجي من محل يفتح محل لقى شركة بات حق الزبون إن شاء الله. زين مستر عبد القادر، أنا حابب أعرف شو المنتجات اللي أنت بتوفرها للسوق الإماراتي والسوق أيضا الخارجي. أنا بي زعفران، بس زعفران من شركة، بس زعفران اشتري من سوق إيران، يعني من منطقانا من خراسان. خراسان كله بيض، مدينة من خراسان كله بيض زعفران، يعني هناك كله زعفران، من مصنع مزارع كله من هناك موجود. أوريجينال زعفران. أيوة أوريجينال زعفران المشهد. بعد شركة في متخصصين من سوق اشتري من هذا نفرات، يعني بعد شركة اشتري من نفرات، بعد سوي باكينج من دكتور من الشركة، شوف زعفران كيف زعفران، بعد ارسل من دبي، بعد شركة بي من اسبانيا، الحمد لله من كل الدول الخليج، يعني بي الحمد لله. يعني انت مستر عبد القادر يتم تصدير الزعفران لكل دول الخليج؟ ايوه. ايضا في اوروبا؟ ايوه. ممتاز ممتاز ممتاز. مستر عبد القادر، حابين نعرف سر التميز الزعفران اللي عندك، في شو سر تميزه؟ شركة يعني أسعار من الشركة كله بالجملة حق كل الزباين، الحمد لله بي بس بالجملة، يعني سير مال واحد نفر تاني، سير نفر تاني مو غير، كله مال واحد سير مال كل الزباين الحمد لله. بعد كواليتي بي أحسن نوعية موجود، كواليتي موجود من السوق، ممكن أرخص من سير أنا، لكن مو في معلوم عدد افران مغشوش اي شيء، ما اعرف والله. بس الحمد لله شركه انا اشتري من متخصصين من زعفران من مشهد، مو يعني مو اشتري من سوق. أيوة أيوة. بعد بي يعني الزعفران اصلي، انتاجيه ممتازه، نظيف، والحمد لله يتم توفيره في كل دول العالم. ايوه الحمد لله. مستر عبد القادر، احنا في دولة الامارات بلد الامن والامان، حابب اسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة. شكرا من كل شيوخ امارات، ما شاء الله امارات زين. الحمد لله، الحمد اكيد لله. على نعمة الامن والامان والاستقرار في دولة الامارات العربية المتحدة. مستر عبد القادر، قبل ما اختم البرنامج، الموقع الجغرافي وين احنا في دبي؟ انا من سوق المرشد، مقابل من بنك المشرق القديم، محل في من الشركة، شركة التشريفات الزعفران الحمد لله. مشاهدي الكرام، الموقع الجغرافي وأرقام التواصل أسفل الشاشة. مستر عبد القادر، شكرا لك لاستضافتنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله. شكرا. مشاهدي الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.